الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. احنا بنتكلم عن موضوع نزول السيد المسيح إلى الجحيم من قبل الصليب بحسب كتابات آباء الكنيسة، وذكرنا بندين مهمين أو قولين مهمين في الحلقة السابقة، أنا عاوز أفكركم بيهم عشان نكمل كلامنا في نفس هذا الموضوع في هذه الحلقة. ذكرنا أن القديس كيرلس الكبير عمود الدين قال عبارة مهمة عاوزين ننتبه ليها عشان تهمنا في نهاية الموضوع. بيقول: كرز المسيح في الجحيم، كرز المسيح لأولئك الذين في الجحيم أيضا لكي يخلص الذين كانوا سيؤمنون به لو كان ظهر لهم متجسدا في زمان حياتهم. كرز المسيح لأولئك الذين في الجحيم أيضا كما كرز للذين على الأرض، يعني فللجحيم فلأولئك الذين في الجحيم أيضا لكي يخلص الذين كانوا سيؤمنون به لو كان ظهر لهم متجسدا في زمان حياتهم. فهؤلاء قد تعرفوا عليه تماما حتى وهم في الجحيم، فإن سخاء تدبيره من نحونا يفوق الطبيعة ويفوق التسليم. فكما أن المسيح في ظهوره جسديا قد دعا بالسوية جميع الذين على الأرض والذين آمنوا انتفعوا، هكذا أيضا بنزوله إلى الجحيم قد حرر من رباطات الموت الذين آمنوا به وعرفوا. واضح من القول ده أن السيد الرب نزل إلى الجحيم لكي يكرز بالخلاص لكل من يقبل الخلاص، وليس للأبرار والبطاركة والصديقين فقط، لكل من يقبل الخلاص. كل من يقبل الخلاص ويؤمن بالمسيح يحرره من هذه الرباطات. ده كلام القديس كيرلس الكبير. القديس ساويروس الأنطاكي قلنا برضو في المرة السابقة إن هو استعار كلام القديس كيرلس الكبير من غير ما يشير إليه، وقال العبارة الآتية: كما أن المسيح ظهر بالسوية لكل من على الأرض والذين آمنوا به انتفعوا، كذلك بنزوله إلى الجحيم قد حرر من رباطات الموت الذين آمنوا به وتعرفوا عليه. ولكن هنا بيعترضنا أمر مهم، يعني ممكن الإنسان يعيش في الأرض في الخطية والشرور والأثام والعربدة، وبعدين لما يبقى يروح الجحيم يتكرز ليه بالخلاص فيخرج فيخلص؟ آباء الكنيسة أجابوا عن هذا الأمر وقالوا أن نفوس عبدة الأوثان والذين عاشوا في البطر والسكر وأعمال العهارة المحرمة، فبسبب شهواتها الجسدية اللي هي أعمال العهارة ديت، بسبب شهواتها الجسدية هذه النفوس بسبب شهواتها الجسدية تكون مثل عمياء فلا تحتمل إشعاعات نوره الإلهي. فهنا واضح أن رفض الناس للخلاص
ورفضهم لقبول النور هو بسبب خطاياهم لكن ليس بسبب المسيح، لأن المسيح كرز لجميع الذين في الجحيم بالخلاص. فواضح أن الحياة على الأرض إذا كانت حياة صالحة ولكن أصحاب هذه الحياة لم يعرفوا المسيح، تصبح كرازة المسيح لهم في الجحيم بفائدة أنها تنقذهم من ربطات الموت. إنما إذا كانوا عاشوا في خطايا وأعمال شهوانية وحياة بلا تقوى ففي الجحيم لن تنفعهم كرازة المسيح بالخلاص. ده أمر مهم جدا. إذن بحسب كلام القديسين آباء الكنيسة إن المسيح لما نزل الجحيم ما نزلش عشان يحرر البطاركة والأنبياء والقديسين الذين كانوا ينتظرون ظهور المسيح فقط، ولكن أيضا يحرر كل الذين يقبلون كرازته بالخلاص. عشان كده الأنبا ساويروس الأنطاكي بيقول أنه ظهور المسيح في المواضع السفلية كان لكي يحرر الجميع ويكرز للكل علانية. ده كان أهم بندين قلناهم في الحلقة السابقة، وفي الحلقة دي هنكمل كلام أبائنا القديسين أباء الكنيسة عن موضوع تحرير النفوس المقيدة برباطات في المواضع السفلية. أنا قبل ما أكمل عايز أفكركم بعبارة لسه قايلها حالا ربما تكون فاتت علينا، اللي بيقولها القديس كيرلس الكبير. بيقول: سخاء تدبيره من نحونا يفوق الطبيعة ويفوق التسليم. يعني ايه؟ يعني يفوق التسليم المسلم الينا. سخاء الله اعظم بكثير جدا من ان يحصره فكر او تسليم شفهي او مكتوب. على رأي القديس باسيليوس الكبير من فرط عطاياه صرنا لا نصدق احسانه. من فرط عطاياه صرنا لا نصدق إحسانه. وده في مرة كنت قلت لكم في الحلقات السابقة في السنة الماضية كمثال على هذا الموضوع، لو أب غني قوي وعاوز يدي لابنه هدية عظيمة فجاب له طيارة، أنا أبوه غني فاشترى له طيارة عشان يطير بيها ويستمتع ويقضي أيام جميلة زي ما هو يحب، لكن لأن الابن مخه ضيق ومش قادر يحس بغنى أبوه ومش قادر يستوعب الكرامة اللي هو فيها فافتكر أن الطيارة دي عربية بس لها جناحين، فركب الطيارة وتنه يلف في أرض المطار وخلاص، لكن ما فكرش أنها بتطير عشان يطلع فوق ويستمتع بالطيارة كطيارة، اكتفى بيها كعربية. من فرط عطايا صرنا لا نصدق إحسانه. الكلام بتاع القديس كيرلس الكبير: إن سخاء تدبيره من نحونا يفوق الطبيعة ويفوق التسليم. القديس يوحنا الدمشقي، وده أحد آباء الكنيسة البيزنطية، يقارن بين ده عاش في القرن الثامن، يقارن بين كرازة المسيح في الجحيم وكرازته على الأرض، فبيقول أن الأموات لم يكونوا أقل حظا من الأحياء إذ نالوا الخلاص بعيدا عن بر العهد القديم،
إلا أن هذا الخلاص كان فقط لأولئك الذين عاشوا حياة طاهرة نقية على الأرض. كده بيلخص يوحنا الدمشقي الكلام اللي سبق قاله آباء الكنيسة: الأموات لم يكونوا أقل حظا من الأحياء، إذ نالوا الخلاص بعيدا عن بر العهد القديم. وحنشوف بعد شوية أن هذا التفسير، أن احنا بنقول في كنايسنا حاليا أن اللي خرج من الجحيم هم أبرار العهد القديم الذين كانوا ينتظرون المسيح، الكلام ده مش مضبوط. وفد إلينا من تعليم غير شرقي، لأن إذا كان المسيح نزل للجحيم عشان يخرج الأبرار، فما كانش فيه داعي أصلا لنزوله. كان ممكن بكلمة زي ما حصل مع لعازر وأخرجوا من الجحيم أمامه، بكلمة يخرجهم، كانش فيه داعي لنزوله أبدا. لما المسيح نزل للجحيم لكي يكرز لكل من يقبل الخلاص والإيمان به. هذا الخلاص كان فقط لأولئك الذين عاشوا حياة طاهرة نقية على الأرض، حتى لو كانوا بعيدا عن بر العهد القديم. ده عدل الله أن كل إنسان تتوفر له فرصة الكرازة بالخلاص. هذا هو نفس الفكر الذي يقول به القديس إيريناوس والقديس كيرلس الكبير حينما ذكر هذا الأخير: أن الذين استعبدوا لشهواتهم كانوا كمثل عميان لم يقدروا أن يقبلوا المسيح ليخلصوا. وفي هذا الأمر يتفق كل آباء الكنيسة الشرقية. هقول تاني هذه العبارة: في هذا الأمر يتفق كل آباء الكنيسة الشرقية. لئلا يظن أن الكرازة في الجحيم بالخلاص تبقى فرصة للإنسان أنه يعيش حياة بلا تقوى على الأرض، ولما يتكرز له في الجحيم يبقى يخلص. آباء الكنيسة قالوا لا، مش هيحصل، لأن الإنسان اللي عاش في الخطية هيكون زي الأعمى. لما النور يشرق في الظلمة الإنسان الأعمى لا يستطيع أن ينظر النور، هيخبي عينيه، هيهرب. يقولوا له تعالى، ده احنا ده المسيح بيكرز بالخلاص، يقول لا مش عايز الخلاص ده، مش عايز، مش طايق النور ده، ده انت كده هتهلك، انا مش عايز النور ده، انا عايز الضلمة، انا متعود على الضلمة، مش قادر يقبل النور. هو ده كلام الانجيل: احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. اذا واحنا بنتكلم عن ان خلاص المسيح في الجحيم كان شاملا للجميع، ما ننساش جنب كلمة الجميع دي انه كان مش هيقدر يقبلوا الذين عاشوا حياة خاطئة على الأرض قبل أن يموتوا. والأمر الثالث والمهم جدا: أن المسيح نزل إلى الجحيم مش عشان يخلص الأبرار اللي ماتوا ببر العهد القديم. يدعم هذا الكلام واحد اسمه ثيوفلاكتوس، وده عاش في القرن الحداشر. بيقول إن المسيح قد كرز في الجحيم، ولكن الذين نالوا الخلاص هم أولئك الذين عاشوا على الأرض حياة فاضلة. وهنا يلزمنا أن نتوقف قليلا لكي نوضح أن جميع الآباء يتفقون على وجود كرازة في الجحيم، وأن الغالبية العظمى من هؤلاء الآباء ولا سيما الشرقيين منهم قالوا بوجود فرصة للخلاص في الجحيم لنفوس الذين عاشوا حياة صالحة على الأرض، حتى للذين لم يكونوا من شعب الله، وهو ما رأيناه في أقوال الآباء الشرقيين اللي احنا ذكرناهم دلوقتي.
ففرصة الخلاص هذه هي حتما قائمة أيضا للذين عاشوا على الأرض حياة صالحة بعد صعود المسيح إلى السماء، ولم يسمعوا عنه وعن خلاصه، استبقى لهم فرصة في الجحيم لكي يقبلوه إلها ومخلصا وفاديا. وهذا هو عمل الكنيسة في السماء. هذا الكلام يعني أن المسيح لما نزل إلى الجحيم ليكرز بالخلاص، لم تكن هذه الكرازة هي الكرازة الأخيرة في الجحيم، لكن كانت هناك كرازة أخرى، كرازات أخرى ممتدة حتى بعد صعود المسيح إلى السماء. تولت هذه الكرازة الكنيسة لكي تكرز بالخلاص للذين يقبلون المسيح إلها وفاديا ومخلصا. لأنه ما ذنب الناس اللي ماتوا بعد الصليب وحتى اليوم ولم يسمعوا شيئا عن المسيح؟ لابد أن تتوفر لهم فرصة للخلاص لكي يكون الله عادلا، ولا يكون خلاص المسيح شاملا لكل العالم وليس للذين عرفوا فقط. هذا هو عمل الكنيسة في السماء، وهو ذا الكلام اللي قاله القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس، واللي احنا سبق ذكرناها. اللي فات ده كله كلام آباء الكنيسة الشرقية، لكن يحزنني جدا أن يتسلل إلى الكنيسة الشرقية فكر غربي وينتشر في الكنيسة الشرقية. آباء الكنيسة الغربية اختصوا هذا الخلاص الذي أكمله المسيح في الجحيم بالبطاركة والأنبياء والأبرار والصديقين من شعب الله فقط، استنادا إلى إيمانهم السابق إذ ماتوا ولم ينالوا المواعيد. هذا هو الفكر الذي ساد عند معظم آباء الكنيسة الغربية. أما أن يتسلل هذا الفكر إلى الكنيسة الشرقية ويدخل في مضمون صلواتها الليتورجية، فهذا أمر غريب جدا. إن احنا عندنا آباء كنيستنا ما قالوش كده، فإزاي يتسلل هذا الفكر الغربي حتى يصل إلى نصوص الصلوات اللي بنصليها في الكنيسة؟ أليس غريبا أن يتسرب هذا الفكر الغربي إلى بعض نصوص صلواتنا الليتورجية في الشرق؟ يسير هيبوليتوس الروماني، هيبوليتوس ده عاش في من سنة 170 لسنة 235، يعني أوائل النصف الأول من القرن الثالث. يسير هيبوليتوس الروماني على نهج اللاهوت الغربي الذي يقول بأن المسيح كرز لنفوس القديسين فقط. ومع الأسف هذا هو نفس ما تقول به الدسقولية السريانية بأن يسوع قد كرز في الجحيم للآباء البطاركة والقديسين. لاحظوا أن الدسقولية السريانية قالت أن الكرازة كانت للبطاركة والقديسين، ولاحظوا أيضا أن الأنبا ساويروس الأنطاكي وهو سرياني أيضا التجأ أو احتمى بفكر القديس كيريلوس الكبير. وبكرر تاني وأقول مرات ومرات ومرات، الدسقولية السريانية هي دسقولية سريانية، يعني ذات تقليد سرياني. احنا تقليد قبطي اسكندري، ننتمي إلى آباء كنيسة الإسكندرية، وتعليمهم إذا ما كانش يجب أن يسود على كل الكنائس المسيحية فهو على الأقل
يسود في كنيستنا القبطية. القديس هيلاري أسقف بواتييه، وده انتقل في النصف الثاني من القرن الرابع، قد حصر تفسيره في نفس فكر الآباء السابقين له وفهمهم لما ورد في رسالة القديس بطرس الرسول الأولى الإصحاح 3 آية 19، فبيقول بحسب شهادة بطرس الرسول لما نزل الرب إلى الجحيم وعظ كارزا للذين كانوا في السجن وكانوا قديما غير مؤمنين في زمن نوح. ده طبعا فكر ضيق، إن كرز للي كانوا غير مؤمنين أيام نوح فقط. طب ما الملايين، مئات الملايين ذنبهم هيبقى إيه؟ بل أكتر من كده بقى، أكتر من كده بقى، ضم فيلاستيريوس أسقف بريشيا. بريشيا دي مقاطعة في إيطاليا، وفيلاستيريوس ده كان عايش في زمن القديس أغسطينوس، وقام بتأليف كتالوج أو فهرس يعني لحرس الهرطاقات سنة 384 ميلادية. ضم فيلاستيريوس أسقف بريشيا ده اتنيح سنة 397 يعني أواخر القرن الرابع، ضم إلى قائمة الهراطقة كل الذين يقولون بأن المسيح نزل إلى الجحيم وبشر كل النفوس حتى يخلص كل من يؤمن به. يبقى لو حد قال كده يبقى من ضمن الهراطقة. فبيقول ايه نص الكلام اللي بيقوله، هناك هراطقة آخرون يقولون إن الرب نزل إلى الجحيم وبشر الجميع هناك بعد موتهم لكي يعترفوا به فيخلصوا. اللي يقول كده يبقى هرطوقي. يعني معنى الكلام ده هوت ان فلاستيريوس اسقف بريشيا اعتبر القديس كيرلس الكبير احد الهراطقة. ده موضوع ما يهمناش ليه؟ لان احنا كنيسة شرقية، تقليدنا شرقي وبالاخص سكندري، ننتمي الى هذه الكنيسة، الى ابائها، الى تعليمها. اما كل ما يخص أقوال الآباء في الغرب فهو يخصهم هم وليس الشرق. ولقد أيد القديس أغسطينوس رأي فلاستيريوس السابق ذكره، وضم على غراره إلى الهرطقات الرأي الذي يقول بإمكانية التوبة والخلاص للعصاة عند نزول المسيح إلى الجحيم، فيقول هرطقة أخرى تقول إنه لما نزل المسيح إلى الجحيم آمن به الذين لم يكونوا يؤمنون به، حيث ترى بين قوسين هذه الهرطقة أن جميعهم حينئذ خلصوا. برضو رأي القديس أغسطينوس الكنيسة الكاثوليكية في آخر كاتشيزم عملته كانت بتقول أن رأي القديس أغسطينوس عليه بعض المؤاخذات، ولكن نحن ينبغي أن ننتمي أو نلتجئ بالأحرى إلى كتابات الآباء الشرقيين حين نجد اعتراضا أو اختلافا بين أقوالهم وبين أقوال القديس أغسطينوس. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ربنا المجد دائما أبديا آمين.